ورجعنا لحضراتكم من الفاصل. حطينا الكحك بالمحلب في الفرن ودلوقتي هنعمل حاجة جميلة قوي يا جماعة. هنعمل سابليه بطريقة مختلفة وطريقة سهلة وهنشوف مكوناته ايه مع بعض. عملنا سابليه قبل كده وحطينا فيه نوتيلا وحطينا فيه مربى وكل الدنيا بتعمل سابليه. المرة دي حاولنا نعمل حاجة مختلفة وتكلفة قليلة وده اللي هنشوفه مع بعض. مقاديرنا عبارة عن 2 كوب ونص دقيق، كوب زبدة طرية خالص، وعندي معلقة فانيليا، عندي بشر نص لمونية، وعندي شوكولاتة مبشورة حوالي 8 كيلو سعره متداول أو الشوكولاتة العادية، بضاية نص كوباية سكر ومعلقة بيكنج باودر، وعلى بركة الله نشوف هنعمل ايه. ادي البولة بتاعتنا، ادي الزبدة اهي، بسيبها سايبة خالص يا جماعة تبقى طرية لان انا شغال بمعلقة او بشوكة او بمضرب سلك، ما عنديش اي مشكلة. فبحاول ان انا تبقى حاجتي بسيطة وسهلة بالنسبة لأي حد هيعمل. ادي نص كوب سكر، اقلبهم مع بعض كويس قوي بالمعلقة حتى مفيش مشكلة. ليه؟ اللي مسهل عليا الموضوع ده كله الزبدة الطرية اللي انا عاملها، سايبها خالص تبقى سايبة، مخليني اشتغل بالمعلقة كأني ما بعملش حاجة، كأني شغال بسمنة مش بزبدة. دي برضو بتسهل العملية. ممكن انا يعني انا عندي مضرب مثلا، عندي كذا نوع، عندي واحد اهوت وعندي اهوت، انا بحاول ابسط لحضراتكم الامور، ولا مضرب كهربا ولا عجانة زي ما بنعجن ولا مضرب سلك، بالمعلقة هطلع سابليه جميل وهتشوفوا حضراتكم. هي ديت اللي بنحاول نوصله لحضراتكم، يبقى بساطة في المقدار بتاع الحاجة نفسها وبساطة في طريقة العمايل. انا عايز اقوم اعمل شوية سابليه، لا ده اسمه يخوف، هقوم اعمل سابليه يطلع وحش او حاجة، لا ادي السابليه اهو، ادي الزبدة مع السكر اهي تتضرب كويس قوي كده اهو. يبقى انا الناس هتقعد مثلا في 10 دقايق تضرب الزبدة عشان تعمل مسحوق كريمي، لا انا عملته في دقيقتين وبمعلقة مش بشوكة، وكل حاجة متوفرة زي ما قلنا لحضراتكم. اهم حاجة احنا نبقى بنعمل ايه في الاخر، يتاكل وطعمه كويس ولا لا. بس القصة اه جيبها كلها مع بعض كده الطريقة دي، شايفين اه ادي الليمون كده اهو بالطريقه دي، خليها هنا يديني طعم جميل. لو حد عايز يحط بشر برتقال ما فيش مشكله، بس جربوا الطريقه دي يا جماعه مع الشوكولاته لما تتحط فيه شوفوا الطعم هيبقى عامل ازاي. بنحاول نعمل جديد، بنحاول نبتكر زي ما قلنا لحضراتكم احنا بنبتكر. يعني انا لو عندي شويه مكسرات مثلا في البيت عايز احطهم مع السابليه، اجيب المكسرات واديها نص تحميصه صغيره وانزل بيها مع عجينه السابليه، لو هعمله ساده هيدي معايا طعم جميل. عايز ازود سمولينا، يعني له حاجات كتير مش عايز اخلي حضراتكم تبقوا يعني ايه متشتتين. لا ادي كده وادي البضايه، ادي الفانيليا مع الليمون تبقى جميل. نقف نتسلى في مطبخنا ما عندناش اي مشكلة في اي حاجة. الطريقة دي يعني المقادير كتير والناس بتبقى بتدور من هنا ومن هنا وعايزين نعمل احسن حاجة. هنعمل احسن حاجة نجرب عملي، ناخد الصنف مثلا انا اعمل لكم حاجه زي الكحك كده، عملنا كذا نوع بنجرب بكميات صغيره، بيبقى عباره عن طبق بندوق افراد الاسره، يا جماعه الكحك ده كويس، لا ده جميل. تاني يوم عملنا نوع كحك تاني ودوقناهم، لا ده جميل. كل مره كويس يبقى احنا كل الانواع بتاعتنا جميله، يبقى احنا زي الفل، ممكن نعمل كل الانواع ديت بكميات صغيره، كيلو ونص من هنا مثلا، كيلو ونص من هنا، او كيلو من هنا، كيلو من هنا، نفس المقدار بضربه في 2. لو عايز اعمل 100 كيلو نفس القصه مفيش اي مشكله. انا طبعا دلوقتي حضراتكم عارفين الحاجات دي بقت اسعارها بتغلى، وفي نفس الوقت لما بجيبها من بره
حتى لو كحك ساده شوفوا اقل سعر بيبقى ايه، بيبقى سمنه مش معلومه المصدر ولا عارفين ايه اللي بيعملها او الطريقه في الاخر ايه. وممكن وانا بشتري ما اكونش بدوق مثلا في وقت معين، نازل بشتري وانا صايم باخد الكحك شكله حلو عليه سكر، باخده بعد كده بعد الفطار اجي ادوق الاقي الدنيا مختلفه خالص، يبقى انا بشتري شكل مش بشتري طعم. احنا بنحاول نعمل لحضراتكم الطعم والشكل كده اهو. ننزل بالدقيق 2.5 كوبايتين ونص، ادي واحده حتى لما بعمل مثلا بدقيق بحاول اجيب الدقيق اللي هو بتاع الحلويات مثلا. طب انا دلوقتي الدقيق اللي متوفر دوت اللي هو مثلا دقيق بتاع عيش بيشرب المقادير، بعمل ايه؟ بحاول ان انا ما انزلش الدقيق كله كامل في المقدار، واقلل من الدقيق شويه على نفس المقادير اللي ايه اللي انا مديها لكم. بيكنج باودر معلقه صغيره، ببدا اقلب حاجتي كده بالطريقه دي، وبوله ومعلقه والدنيا طلعت جميله في الاخر ان شاء الله. طبعا حضراتكم عارفين انا بحب اشتغل بايدي، بس ايه طبعا بوريكم ان ممكن بالمعلقه او بالشوكه من غير مضرب اقوم اعمل شويه سابلي للاولاد مثلا او لافراد الاسره واحنا واقفين كده اهوت، ما فيهاش اي مشكله. ادي العجينه بتاعتنا، نسحب البوله كده من الجناب زي الفرن، زي ما عملنا لحضراتكم اعلى انواع المعجنات على مستوى العالم كله، عملناها على الفرن العادي وبايدينا وبنفس البوله ديت. وفي الاخر الحاجات دي لو تشوفوها بره مثلا بتتعمل بتاخد خط انتاج ازاي ومعدات متكلفه تكلفتها عامله ازاي، وفي الاخر النتيجه واحده طلعناها، طلعنا نفس العيش اللي هو بيتعمل هنا عملناه بايدينا، ده اللي بيطلع بره، بس مع اختلاف بقى المعدات ومع اختلاف التسويه بقى بتاعت الفرن والكلام ده، كل ده عملناه على معدات بسيطه وعملناه بايدينا وفي البوله، والحاجه كانت جميله. ادي العجينه بتاعتنا، ادي السابلي بتاعنا الجميل. ممكن نعمل حاجه بسيطه، ادي نوع هنخليه زي ما هو، وادي زي ما قلت لكم الشوكولاته بجيبها بروح نازل بيها كده معاها بالطريقه دي، واروح جاي عجنها كده اهو. طريقه جميله وسهله وهتبقى طعمه لافراد الاسره، حتى الاطفال هيحبوها، مش كل حاجه تبقى جاهزه، ادي حاجه في البيت معموله. ودوقوا وجربوا وشوفوا هيبقى عامل ازاي. تمام، عشان الم الشوكولاته جواها كده. تمام، ادي السابلي بتاعنا، هنبدا نشوف كده لو عندي ورق زبده، ما عنديش مفيش اي مشكله. دي واحده سبب ادي كده الطريقه دي كده، بس عشان امسك بيها ورق الزبده. طبعا انا مستعجل فعشان كده بوريها لحضراتكم، ادي كميه كده اهو. جميل بالطريقه دي. والشكل التاني عشان برضو ايه لو الوقت ما سعفناش، ادي عملنا كده شكل، وادي الشكل التاني يا جماعه اهو برضو مفيش اي مشكله. لو انا عايز اعمل الشكل ده كده شايفين دوت، ولو عايز افرده كده اهوت بايدي من غير اي حاجه، ولو عندي قطعه كده اهو بالايد اروح جاي نازل كده اهو. لو عايز اعمل اللي هما الاثنين اللي هما بيبقوا فوق بعض وبياخدوا مثلا مربى ولا حاجه بعمل بالطريقه دي كده. ايه راي حضراتكم اعمل الاشكال وادخلها الفرن وارجع يكون الكحك استوى والسابلي اوريه لحضراتكم عشان وقت البرنامج.
ادي الكحك بتاعنا خلص، حطينا شويه عليهم سكر وشويه ساده، وادي السابليه زي ما قلت لحضراتكم باي شكل، دي مدوره عليها يا دوبك الفورمه بس اللي بقطع بيها من فوق الوش، وادي بتتعمل زي الصباع كده اهوت، بتتقطع بالسكينه من الجنب، وادي اللي هي بالشوكولاته، حاجه بسيطه وجميله قلت اوريها لحضراتكم. طبعا كنت عايز اعمل مثلا السكر قدامكم مربى، الحاجات دي اكيد حضراتكم عارفينها، وارجو ان حلقه النهارده تكون عجبتكم. ادي سابليه كوبايه صغيره، ما عملناش اي حاجه بالطريقه دي كده اهي، حاجه بسيطه وجميله، ونتقابل على خير في حلقات جديده مع وحش التوفير. الى اللقاء.